بفائض طاقة يعملون. صورة من التكاتف والتفاني تقدمها المبادرات الشبابية بتعز بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بالإضافة إلى الإدارات العامة الأخرى لحماية المواطنين ومواجهة فيروس كورونا المستجد. تقدمت إلينا ما يزيد عن 75 مبادرة في عدد إجمالي 2400 متطوع والعدد قابل للزيادة. هذه الفرق الشبابية والمبادرات تعمل في مجالات مختلفة، البعض منها في التوعية من مخاطر وباء كورونا، والبعض منها يعني أيضا في التوعية في الإجراءات الاحترازية، أيضا البعض منها كفرق إسناد للفرق الصحية والمكتب الصحة والسكان، البعض منها أيضا ستوزع كلجان شعبية أو كفرق مجتمعية في الأحياء والمديريات تقوم في مهامات متعددة بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان. تتنوع مهام المبادرات الشبابية حيث تعمل بعضها على التعريف بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منها، وأخرى تساند الجهات الصحية التي ذهبت إلى تأهيلهم في التعامل مع حالات الإصابة وتوزيعهم على منافذ المدينة ضمن فرق الفحص والكشف للقادمين من خارج المحافظة. توعية منزلية بشكل مباشر، وكذلك إضافة إلى مرشات ومعقمات، وكذلك توزيع بعض الأدوات ووسائل الوقاية من الأوبئة والفيروس مثل الكمامات والقلفسات ومنشورات ورقية. ليس عندنا مانع أن ندرب أشخاص غير موظفين متطوعين، ولكن أن يكونوا خريجين جامعات في هذا المجال. نحن على قدر نحن نستوعب بعضهم لعملهم في هذه الوحدة ونستفيد منهم بأشياء كثيرة. السلطات الرسمية بالمحافظة ومع إعلان أول حالة إصابة بكورونا في اليمن كثفت جهودها في تنفيذ الإجراءات الوقائية بصرامة، فتعمل على إغلاق الأسواق ومنع التجمعات، كما تزامن ذلك مع وصول اللجنة الوزارية التابعة للصحة والتي وعدت بدعم المحافظة بالإمكانيات الطبية اللازمة وتأهيل الكوادر الطبية. هذا جهاز PCR المتخصص بفحص حالات الاشتباه بالإصابة بكورونا، وهنا يعمل القائمون عليه خصوصا بعد وصول المحاليل الخاصة بإجراء الفحوصات، وسط مطالبات بمزيد من الدعم وفتح مراكز العزل والحجر الصحي لمحافظة يتجاوز تعداد سكانها 4 ملايين نسمة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.